بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثقافة، والبداية مع العناوين. ذاكرة وطن، فعاليات تراثية متنوعة بمحافظة البرين. ختام مسابقة المسرح الأولى بجامعة ظفر. فرقة لوجينيا العمانية مزج بين الشرق والغرب للوصول برسالتها الموسيقية إلى العالمية. أهلا بكم. فعاليات تراثية متنوعة احتضنتها فعالية ذاكرة وطن بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، حيث جاءت القرية التراثية كأحد الأركان التي نالت إعجاب وتفاعل الحضور. الفنون الشعبية هي جزء من تراث هذا الوطن، فكانت حاضرة في هذا اللقاء، وحياة البدو أيضا لها طابعها المميز، فاختارت لنفسها هذا المكان. هذا عن تراث الأجداد الأوليين وشيباننا، الله يرحمهم الميت والحي الله طول عمره. يقولون البن على الطريقة هاي، ودقونه على الطريقة هاي، ونلقمه في الدلة هاي اللي هني، اللي بس شوف على الطريقة هاي اللي تشوفه. هنعلم الجيل الجديد والشباب يستفيدون، الجيل الجديد يستفيد من التعليم الوقت الحاضر. الحين قليل اللي علمه، المدارس طعمك حافظت على الاولاد، درستهم علمتهم، لكن التراث القديم الحمد لله نحب ان طعمه يوصل لعيالنا الصغار على اساس يستفيدون منه مستقبلا. وعلى مقربة منها هنالك اكلات شعبية ومنتجات تراثية متنوعة، والكثير من التفاصيل التي جاءت لتحكي ذاكرة وطن، وهو العنوان الذي اختير لهذه الفعالية. قيمة هذه الفعالية لإحياء التراث وإحياء الحضارة العمانية من خلال تجسيدها في صور للطالبات، أيضا إحياء التراث من خلال إقامة العيالة والرسحة ومشاركة الأسر المنتجة في عملية هذه الفعالية لدعمهم لإبراز أهميتهم ودورهم في هذا المجتمع. وفي المعرض المصاحب اصطفت هذه المشاريع والتي لخصت الكثير من الأنشطة التي تقام في بيئة المدرسة طيلة العام الدراسي. الزي العماني يختلف من منطقة إلى أخرى ومحافظة إلى أخرى. بالنسبة لنساء محافظة البرين فإنه يرتدين الكندورة المخورة والبرقع والشيلة، أما بالنسبة للرجال فإنهم يرتدون الكندورة العربية والغترة. في ذاكرة وطن الفعاليات التي رسخت في ذهني الكثير من المعلومات عن بلادي الحبيبة. ساحة الطابور هي الأخرى، كانت مسرحا لفقرات فنية متنوعة عكست ما تزخر به السلطنة من تراث غير مادي. ربط المناهج الدراسية بتراث الآباء والأجداد يعد أحد الوسائل المهمة في تعزيز قيم المواطنة في نفوس الطلاب. أنور بن زاهر الغريبي من مدرسة حفصة بنت سيرين للتعليم الأساسي محافظة البريمي. بمشاركة كليات جامعة ظفار اختتمت فعاليات مسابقة المسرح الأولى بالجامعة، والتي سلطت الضوء على القضايا والواقع الاجتماعي من خلال عروض المسرحيات. على مدى 3 أيام ووسط أجواء من الحماس والإبداع وإظهارا لمواهب الشباب العماني في شتى المجالات، شارك مجموعة من الطلاب يمثلون كليات الجامعة في مسابقة جامعة ظفار المسرحية الأولى بعروض تنافسية تبرز موهبة التمثيل والوقوف على المسرح. وكانت المسابقة المكان الأنسب لاكتشاف مواهب الشباب وغرس القيم الأدبية والثقافية والفنية المختلفة التي يحتاجها الممثل. الفكرة في حد ذاتها فكرة رائدة، انه يعني يقام مثل هذا المنشط بين الطلاب في الجامعة، فكانت يعني العروض جيدة، وكانت التنافسية بين الكليات شعلت نار، فكان المهرجان يعني رقم صغر لمدة 3 أيام، لكن كانت حافلة بالطاقات الشبابية اللي بتبشر بالخير والمواهب.
ويعد المسرح الجامعي مكانا مهما لتنمية المدارك وتوسيعها في شتى المجالات العلمية والثقافية للطالب، وإعطائه الفرصة للثقة بالنفس وإخراج طاقاتها لتكتمل المنظومة التعليمية لدى الطالب بمثل هذه الفعاليات. وفي ختام المسابقة وزعت الجوائز لأفضل عرض مسرحي، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وأفضل ممثلة دور أول ودور ثاني، وأفضل ممثل دور أول ودور ثاني، وجائزة أفضل أزياء، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى، وأفضل بوستر دعائي، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التشجيعية. وقد حصلت مسرحية الصراع على جائزة أفضل عرض متكامل. كوني ممثلة سابقة على مسرح جامعة ظفار، كنت أريد يعني أترك بصمة خاصة بالمسرح وأرسل رسالة خاصة للناس الموجودين في الجامعة وخارج الجامعة عن المسرح، فهمت؟ فكانت البداية الفكرة أنه أنا اجتمعت مع المؤلفات، خبرتهم عن الفكرة اللي عندي أنه أنا خاطري أسوي كذا كذا الموضوع، فما شاء الله عليهم ما قصرن، طلع النص فوق الممتاز، خذن جائزة أفضل نص متكامل. الحمد لله رب العالمين، هي كأول تجربة وحصلنا على جائزة أفضل مخرج وأفضل عرض متكامل وجوائز أخرى الحمد لله رب العالمين. دوري أنا طبعا دور بنادي اللي في المسرحية، دور يعني نصف كوميدي ودرامي يعني، والحمد لله أنا صقلت هذه الموهبة من صغري، ولما كنت في 14 سنة حاولت أني أقلد الناس ويعني أمثل، يعني كنت حتى يعني أمقلب أصحابي. هذا وتحرص الجامعة ممثلة في قسم الأنشطة الطلابية على تفعيل مثل هذه المسابقات التي ترفد المهرجانات الوطنية والجامعية بكوادر عمانية قادرة على الإبداع والنهوض بالآداب والفنون المختلفة. بثقة كبيرة تسعى فرقة لوجينيا العمانية للفلامينكو إلى الوصول برسالتها الموسيقية إلى العالمية لتمثيل السلطنة في المحافل الدولية. ورغم تميز الفرقة بأنها الأكبر عددا من حيث أعضاؤها، إلا أنها تميزت أكثر بإتقانها تقديم أغاني بنحو 10 لغات. بعد نجاحات متلاحقة داخل السلطنة، تسعى فرقة لوجينيا العمانية للفلكلور إلى الخطوة الأكبر ببلوغ أعمالها الفنية للعالمية، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات على انطلاقها. فرقة لوجينيا العمانية تأسست في سنة 2005، واسم الفرقة مستوحى من طابع العماني الشرقي والغربي، وما يميز الفرقة تعدد اللغات فيها إلى 10 لغات، ومنها اللغة الإسبانية واللغة الفرنسية واللغة اليابانية. بلغة الأرقام تعتبر فرقة لوجينيا الأكبر من حيث عدد أعضائها البالغ 30 شابا وشابة، يؤدون أعمالهم الفنية ب10 لغات، ويمزجون في موسيقاهم بين الطابع الشرقي والغربي بمصاحبة آلات موسيقية متعددة. التجميع درسناها لمدة تقريبا ما يقارب 10 سنوات. زين، وفكرنا أنه نحن يوم من الأيام بيكون عندنا فرقة بيكون في تعدد في اللغات فيها، وتعدد الأسلوب في العزف في الموسيقى بشكل عام، ونرضي جميع الأذواق، ما نستقر بلون واحد بذوق واحد. جمعنا في لون الشرقي والغربي الطابع العماني، خذيناه كسياسة عالمية في الفن. ورغم التحديات، إلا أن أعضاء لوجينيا يؤمنون بإمكانياتهم ومواهبهم إلى عبور الحدود نحو العالمية وإيصال رسالة السلام للعالم بواقع الموسيقى وشجون العازفين. الفرقة تحاول أن تصل رسالتها العالمية بمختلف لغات العالم، فالحمد لله استقطاب مجموعة من المغنين بعدة لغات يعني مختلفة، بحيث أنها مش تكون اللغة العربية هي اللغة الوحيدة للفرقة، وإنما هناك عدة لغات مثل الإنجليزية والإسبانية والفرنسية وأيضا الهندية والفارسية. الجمهور كان حكما على العديد من مشاركات الفرقة كما يقولون، ولاقوا الكثير من التشجيع والدعم، وهو ما جعلهم على أجندة العديد من الحفلات والمهرجانات داخل السلطنة وخارجها. استفدت أني تعلمت أنواع الموسيقى والأنواع مثلا القواعد الثانية
وعلمت عن كثير من الأشياء عديدة. وكما يقال فإن الموسيقى هي اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة، وهما يسعى أعضاء الفرقة إلى تأكيده عبر جميع مشاركاتهم. لطالما كانت الموسيقى شغف لدى الكثير من العمانيين، ومكنتهم من إثراء ذائقتهم الفنية، وجعلتهم قادرين للتواصل مع مختلف الثقافات، ليطلق اليوم فرقة تعزف موسيقى بلغة العالم. محمد بن عمير الهنائي، محافظة مسقط. أخبار الثقافة مستمرة وتتابعون فيها. مخلفات الفضاء وأضرارها المستقبلية. أهلا بكم. في محطته 16 بعد 100 دشن بالعاصمة السنغالية دكار معرض رسالة الإسلام من عمان، والذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. من عمان السلام. تبحر قافلة معرض رسالة الإسلام هذه المرة نحو جمهورية السنغال الواقعة على المحيط الأطلسي، وذلك ضمن محطاتها حول العالم. مشروع معرض رسالة الإسلام منذ انطلاقته عام 2010 يعمل على تعزيز التواصل الحضاري بين شعوب العالم، والتأكيد على المشتركات الإنسانية، وبناء أرضية قائمة على حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته، واحترام الأديان والمقدسات، ونبذ كافة أشكال التمييز والتطرف والعنف والكراهية وفق المنظور الإسلامي. لقد تجولت في المعرض وعجبت بمضمون الخطاب ورسالة التسامح والتعايش السلمي. تتمتع عمان بموقع استراتيجي وكذلك السنغال، وقد لاحظت التنوع الموجود في عمان والتي قبلت بجميع الأديان والحضارات. علينا أن نؤسس لثقافة التسامح وأن نعلمها لأبنائنا وننشرها بين الشعوب. وأحيى الشباب العماني افتتاحية المعرض بالأناشيد المعبرة والفنون الجميلة والخط العربي التي نالت استحسانا طيبا من الحضور. كما اشتمل المعرض على عدد من اللوحات والمعروضات واللوحات الفنية التي توضح جوانب مضيئة من تجربة السلطنة الحضارية في مجالات الحوار والقيمة المشتركة. أعتقد أن خطاب التسامح والتعايش السلمي مهم جدا في هذا العصر، وأنا سعيد جدا بوجودي في هذا المعرض. من محطة إلى أخرى، يؤكد مشروع رسالة الإسلام من عمان على أهمية وأد أسباب الخلاف والفرقة بين الشعوب كافة، وإعادة بناء جسور التواصل والمحبة بين الأمم بغض النظر عن اختلاف لغاتها وثقافاتها. تعد مخلفات الفضاء المكونة من حطام السفن الفضائية والأقمار الاصطناعية القديمة خطرا على مستقبل ارتياد الفضاء، وقد يعيق انطلاق السفن العلمية خارج كوكب الأرض. تسبح كمية كبيرة من المخلفات البشرية المصدر في الفضاء وعلى ارتفاعات مختلفة، مشكلة سحابة ضخمة من النفايات على ارتفاع يتراوح بين 800 و2000 كيلومتر. منذ بدء استكشاف الفضاء عام 1957 تجمعت هذه المخلفات نتيجة أكثر من 5000 عملية إطلاق لمركبات فضائية، وما يزيد عن 290 حالة تفكك لهذه المركبات. أجزاء من صواريخ قديمة وأقمار اصطناعية في نهاية عمرها ومعدات فقدها رواد الفضاء وحتى بقع من الدهان باتت تشكل تهديداً جدياً لمهمات الاستكشاف الفضائي المستقبلية، وبشكل خاص تلك المأهولة. أجهزة الاستشعار الموجودة على المركبات الفضائية وحدها قادرة على كشف المخلفات المتناهية الصغر.
إلا أن الأضرار الناجمة عن حادث اصطدام قد تكون كارثية بسبب السرعة العالية لهذه الأجسام في المدار والتي قد تصل إلى 28 ألف كيلومتر في الساعة. فمحطة الفضاء الدولية مثلاً اضطرت إلى القيام بنحو 10 مناورات لتجنب أي حادث اصطدام، وتتجلى مخاطر أخرى في إمكانية حدوث اصطدامات مع مئات الأقمار الاصطناعية المخصصة للمراقبة والاتصالات. ويطال التهديد معدات رصد الأحوال الجوية ونظم الملاحة العالمية وأنظمة الاتصالات المقدرة قيمتها بمليارات الدولارات. ويخشى العلماء أن يتسبب اصطدام ما بتفاعل تسلسلي يعرف باسم متلازمة كيسلر، ويتم تعقب آلاف الأجسام التي يتراوح حجمها بين 10 سنتيمترات وحجم حافلة كبيرة من الأرض بواسطة رادارات وتلسكوبات أرضية. ولقد وضعت وكالات الفضاء توجيهات تتناول سبل مواجهة مخاطر الاصطدام، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى وسيلة ناجعة لإزالة المخلفات. في ختام النشرة تذكير بالعناوين: ذاكرة وطن، فعاليات تراثية متنوعة بمحافظة البرين. ختام مسابقة المسرح الأولى بجامعة ظفر. فرقة لوجينيا العمانية مزج بين الشرق والغرب للوصول برسالتها الموسيقية إلى العالم. هكذا مشاهدينا انتهت نشرة أخبار الثقافة، نشكركم على المتابعة، في أمان الله.